الواجب على المسلم وعلى المؤمن الذي يريد وجه الله والذي يريد الدار الآخرة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عن البدع. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انت لو دار الآخرة ودار الله يرضى عليك سبحانه وتعالى اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام ده يا جماعة واضح جدا، يعني واضح، يعني مو واضح بتاع الزعل، يعني بين، يعني الكلام ده ما بين. الله قال في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمنه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الدائر وجه الله والدائر اليوم الآخر يتبع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الما داير الآخرة وما دار الله يرضى عليه ما يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، داير الناس ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ده ملاذي ما بينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أديك مثال عشان الموضوع يبقى لك واضح جدا. زول بيمشي مسجد، بعد المسجد بعد الصلاة الناس بتصلي، بعد يسلم الإمام والناس تسلم، في السنة فيها أذكار معينة تقال، في أذكار، في ناس بعد الصلاة بيلزموا الإمام يقوم يشيل لهم شنو؟ الفاتحة. أنت لو داير الآخرة تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل شنو؟ الأذكار. ولو داير الدنيا ورضا الناس تقوم تعمل شنو؟ تشيلها، تشيلها، لكن بتخدها وين؟ عليمك ربك، ربك يعني انت ما انت ما بتشيله. وهو الرسول عليه الصلاه والسلام ما شاله، الرسول شاله؟ بتقدر تكذب عليه؟ ما الكتب ما موجوده، هذا كتب السنه، جيب الاحاديث الصحيحه. يا اما انت واحد من اثنين، يا تقول الرسول عليه الصلاه والسلام شال فاتحه بعد الصلاه، نقول لك وين فيها تكتاب؟ لأنه أنت ما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما لقيناه، لكن جاتنا الدين، جانا بالنقل الصحيح. طيب الثابت، أنت وين الكلام ده فيها تكتاب؟ يا إما تنجر من راسك بتخش في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ شنو؟ مقعده من النار. والم تخش انت في موضوع ثاني بعد ده، فليتبوأ مقعده، يجهز نفسه ويعرف نفسه، بعدين عنده مقعد هناك في النار. زول بيقدر يقعد في جهنم؟ في زول بيقدر؟ يبقى ما بتقدر تكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام لو انت مؤمن بحق، بحق. يا اما تقول الرسول ما عمل كذب صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام ما عمل كذب، ايوه، مش ما عمل؟ اي عمل شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام تشوفه عمل شنو تسوي زيه. كلام ده يا جماعة ما حق جماعة، هون بالشنة جساي يقول لك ديل الدعاء ما بينه، زول بيابا دعاء، وزول ما بيدعو ده ماشي وين ذاته؟ وزول ما بيرفع يده لي الله ده ماشي وين ذاته؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء شنو؟ يا الله. لكن أنت تدعو بالنجيضة، أنت ما دار تفتح باب السماء، أنت لو دار تخش عليه رئيس لله المثل الأعلى، ودار تخش على الرئيس بتجي بس هاي مجازفة هاي بتخش ولا بتستأذن؟ ودار موعد والأمور تكون مهيئة وكذا، حتى أنت خاشد أنت بس بتجي بس تمشي القصر طوالي كذي، الباب تفتح الباب، الجماعة بقول لك ثابت ديل عندهم ثابت ثلاثة مرات، ثاني ما بتسمع لا ثابت لا غير ثابت، تلقى روحك سافرت ما شفتهم، بعدين تجي خاشد زاي تقول لهم أنا خاشي علينا مو واقفين حرس، انت بتخش زاد؟ شغل عندها ضوابط، رئيس بتخش عليه بضوابط، الله اللي خلق الكون بتخش زايد انت؟ بتخش زايد انت ولا في شيء معين انت بتعمله؟
ما في ناس بيدعوا الله ما بيستجيب لهم، صح ولا ما صح؟ ده معنى كلامي انا عشان ما داولوا حاجتها، ما عارفين الحاضر. بعدين شنو؟ في ناس بيدعوا ما بيصل الدعاء السماء، صح ولا ما صح؟ الدليل في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب، في لفظ ذكره النووي ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. مشى مشى في الحديث قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مش واضحة؟ زول أكله حرام ولبسه حرام وجسمه ذاته نبت بالحرام، ده بيدعو دعاء وبيصل بنص الحديث ما بيصل. يبقى معناه الدعاء البيصل لا عنده درب معينة يا جماعة. يبقى أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، مو جماعة ناس دارين يخشوا جماعة يخشوا، ناس فردي يخشوا، شغلة ما عايمة زاد، شغلة عندها ضوابط لأنه دي عبادة. طالما الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا جماعة بعد الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم، يعني الدين اكتمل. لو جبت كوباية ومليت عصير للنهاية وجبت حجر رميته بيحصل شنو؟ بيتكشح ولا الحجر بيكون فوق العصير قاعد؟ ما بتكون عايم، والثلج ذاته تخلي لها محل مسافة بسيطة تخليها، انت بترميها زاد بتكشح لك الشغل. الدين ده يا جماعة اكتمل، برا لهذا اكتمل، الدين ده اكتمل، ما في مجال للبدع. تنظير في الدين ده ما بينفع يا اخي. المسألة بتحصل في الارض، بتحصل في الارض، بيجي جبريل عليه السلام من السماء بوحي 600 جناح بينزل بآية واحدة عشان يفصل في شنو؟ في مسألة. انت بس الدين ده لا جبريل نزل ولا اي شيء، بس بتنظر زاي وبينزلوا ملائكه بالوحي اذا قالوا زاي. الدين ده عظيم، عشان ابن القيم كتب كتابا سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين. ده ما تتكلم في الدين ده وظننا ما فيها شيء، اظننا ما فيها شيء، انت بتوقع عن رب العالمين اذا صح التعبير. انت كانك بتقول الشغل ده حكم الله، الكلام ده حكم الله سبحانه وتعالى. ما خطير الكلام ده؟ الدين ده عظيم، عشان كده رب العزة والجلال قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الرسول عليه الصلاة والسلام مش انت وانا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه شنو؟ الوتين، ده الحبل العرق في القلب ده انقطع بتموت طوالي، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. التهديد ده في شنو؟ ولو تقول علينا، او البيان ده ولو تقول علينا بعض الاقاويل، جاب حاجه قال ده من الدين وهي ما من الدين، قال الله امرني بها وما امروا بها. انت تجي فاتحه شايلنا معاك 80 نفر وما بزول امرك بها، بس جازفتها زاي، بس اظنها ما فيها شيء، اظنها بس هاي اظنها زاي ما فيها شيء. يا اخي الكلام ده يا ما خطير، ولذلك نحن بنقول للناس ارجعوا الى السنه. ابو طرمبه بتاعت البنزين دي ان جيت جاي البنزين بتاعك بالشمال جيت باليمين ما بديك، يقول لك تعال بي غادي استعجل، الصف طويل بطريقتك، تعال بي خرطو جدا ما بصف بكفي، بيقوم مشكلته معك طويله. انت بس دين الله ده بس ساي كذا، بس مزاج ساي. الرسل رسلوا لي يا شايف يبينوا لك الطريق. فلذلك يا جماعه الناس ترجع على السنه، والله والله الذي لا اله غيره، الناس ترجع على السنه الله بيرفعك يا اخي، بيرفعك يا اخي وبوفقك يا اخي. تفارق السنه دي بتتذلل. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، ان شانئك هو
ألا أبتغ في المقابل ورفعنا لك شنو ذكرك. ولذلك يا جماعة دي مسألة الأذكار دي دين. ما تعبد الله سبحانه وتعالى بأذكار مبتدعة. عينك لل في البخاري ومسلم وفي السنن، في سنن أبي داود بسند صحيح، في سنن الترمذي بسند، يعني يقول لك والعلماء يحكموا عليه بأنه سند صحيح والحديث متن صحيح وأي شيء صحيح. أنت تخليه يقول لك أذكار زاي سار الليل للقرضة قرش، ما دار يجيب اسمه سار الليل للقرضة قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بيتفتش، كهربته العالية بتحركتش. أزيد دين ده في البخاري في بالراحة يا جماعة، انتوا بتقولون لكن هو في البخاري في كلام، ده في البخاري في في تش، في البخاري كله في تش، في قرض في قرمشة قرض في البخاري جت في ما بنادى القرمشة في السودان ده هنا ودار السقال الدين قرمشة براون وياكلوا في القرض ونحن ناكل في الباسطة. ويقول لنا انتوا ناس الطيبات وهون ياكلوا في القرض، وبعد شوية يقول لنا انتوا مشددين. المشدد بتاع القرض ولا الباسطة يا جماعة؟ كذا بالراحة كذا المشدد الزول اللي بياكل قرض ولا بياكل باسطة يا جماعة؟ يا تفهم بياكل قرض ده في المشددين حيرهم ذاته، تلقاه يمص في القرض يقول لك 40 قرضة بتبقى ولي هوا الضببة الساكنين في شجر القرض ديل جنو يعني الضببة ديل أكلوا كم قرضة ذاته ديل وترموا كم قرضة معقول يا جماعة. ولذلك نحن نقول أذكار ما وردت في الكتاب والسنة ما تعبد الله بها. ولك صلاة الفاتح، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في 13 صيغة دي الثابتة، 13 صيغة ما فيها صلاة الفاتحة 13. نجروها ثاني ناس زول قال أنا مشيت في صحراء سيناء وأثناء ما ماشي في الصحراء لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، قال لقيته عديل أنا إحنا ده نخليه، قال لقيت الرسول ويقظة قال في الصحراء. هو الرسول مدفون وين يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم مش مدفون في المدينة في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ معقولة؟ لاقى في صحراء سيناء وقال قال لي اديتك صلاة الفاتح، وقال لا قال لي صلاة الفاتح دي بتعدل من القرآن 6000 ختمة، يعني تختم القرآن 6000 مرة. انت عادل شنو صلاة واحدة من صلاة الفاتح، وهي منجورة ذاتها لا في البخاري ولا في مسلم. ولذلك يا جماعة ده كله بدع. أعبد الله بالنجيضة يا أخي، انت يا غسي مشيت يا أخي لو سايق ركشة، سايق ركشة شفتها صباع خسر تمشي تقول له يقول لك ده أبو 70 وده أبو 50 نديك يا تو، تقول لي يبقى أبو 70 ليه؟ لأنه ده الأصل، تقوم تبطل لنا في نص الطين ولا سايق لنا مرة عجوزة معاها واحدة تانية تبطل لنا مشكلة، أخر لنا الصباع شنو؟ الأصلي. زول مشى ليستيك قالوا ليستيك ده ب2 مليون وده ب1.5 مليون، يا تقول الأصلي الأول ب2 مليون، يقول لا الدين ده نحن بتاعين سفر وفي حفر كثيرة وكذا، أطول السفر من هنا لبورسودان ولا من هنا لجنة عرضها السماوات والأرض أطول يا تو؟ انت سفر زي ده تمشي بحاجات ما اصليه بكلها حاجات تقليد ذا وتقليد بتاع بدع، تمشي لك يا اخي باذكار بدع دعاء بدع. الاذكار السنيه ما يذكر الدعاء السني براك تدعو وتحمد الله سبحانه وتعالى وكذا وتثني على الله الى اخره وتدعو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله، ذكره الألباني رحمه الله تعالى. انت تسوي السنة ولا تسوي البدع؟ فديو يا جماعة وقفة، الوقفة اللي بعدها أن الذكر هو من أجل العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
أفضل الطاعات والقربات الذكر والشكر، أفضل العبادات والطاعات والقربات الذكر والشكر. تذكر على السنة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، دي أذكار واستغفار على السنة. أفضل لك من تشتغل هو ويا لطيف يا لطيف. أنت لما تقول يا لطيف قول يا لطيف ألطف، ده دعاء. لكن تشتغل يا لطيف يا لطيف ولا هو وتخلي سن، يقول لا نحن ما لنا نرجع لها تاني. لكن أفضل الطاعات وأفضل القربات الذكر والشكر. وقد ذكر الله هاتين العبادتين في القرآن، وذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، يعني في موضع واحد، فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشنو وشكرك وحسن عبادتك. الذكر في الطريق سبح، تجمع بين اللسان والقلب وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني اللسان والقلب، والله قلبك ده بينصلح بعد شوية، تلقى نفسك بتشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. لما تصل درجة زي دي انت خلاص في نعيم في الدنيا. تاني الزول راحته في الذكر، سبح استغفر ويقرأ قرآن، زي ما ديلك راحتهم في الغنى، انت راحتك بتبقى في شنو؟ في الذكر. قدر ما تذكر الله انت بترتاح، وفي الآخرة عندك أجر، وفي الدنيا الله بيذكرك سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، والله الذكر ده لو ما فيه إلا دي كفاية. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بدل تضيع زمنك زايا ناس بيضيعوا زمن. الحاجة الثانية الشكر، تشكر الله سبحانه وتعالى، الله اداك نعم. الناس دي ما تشكر، الناس الليلة والله أغلب الناس تقعد معاهم ولا تسالون متضايقين عليك الله أمرك بر، تلقاهم فاطرين، فاطر واشرب في الشاي والجبن، بالله يزيد الجنزبيل، بعد يزيدوا الجنزبيل يسخن لي حلقه ده يقوم يسخننا نحن. بس والله الجماعة دي اللي تعارف قالوا، واحد اتكلمتها في المسائل دي وجبتها أدلة نبذني، والله نبذ شديد شين مرة واحد ولا بيتقال ذاته، وجبت آيات. أنا أشوف أكثر شيء حارقني في الدنيا دي الآن في كثير من المسلمين، من المسلمين بعد مسألة التوحيد، إنه ناس كتار إلا من رحم الله بتدي النص وهو بواصل في شغلته ما بيشتغل بالنص. أنا دي والله بتحرقني جوا قلبي، وبتصل الفجفاج والمصران، لأنه يا جماعة زول القرآن الدلة والآية والحديث وما أري فيه شغلته. يعني شنو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ادوا الآية والحديث قولوا يا ذول قال الله كذا، لكن احنا والله الموضوع ده ذاته تدعبنا، قال رسول الله كذا، يا ذول كلامكم ده ما بينفع معانا. أقول لك قال رسول الله ما بينفع، هذا يحلوها كيف؟ انت يا تو كلام أعظم من الكتاب والسنة، بعد فترة يجيك وذاته يجيك لك والله التعارف يوم ذاك انت مش قلت لي الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، يعني نشرب قاعد أهي، وأنا نظرت لك يوم ذاك أهي والله. قالوا في دكتور بريطاني قال انت عارف الموية دي لما نزول يشربها وكون واقف الشغلة دي جوا بتكون ملوية بطريقة معينة، كان قاعد اللوية دي بتجي ما شاء الله تمام، عشان كي القاعدة أخير صحيا كذي أخير. والله ترى هو حديث قن طلع صحيح، معقول يا جماعة؟ والله يعني بعد اثبتوها له ياتون الخواجات قل بصحح حديث البريطاني
زي ذاك بتاع الزبابة غميزة. قال يقول انت يبلغ الحديث. لا لا ما ابغى غميزة. الخواجة قال لا غميزة. بقى ذاته ما عارف يسواها شنو. نحن والله بينا غميزة. انت غميزة. ما جات في اللبن غميزة. وامرقة طبق السنة. بعد ما دار تشرب اللبن جيبوا نحن بنشرب. نحن ما قلنا لك واجب تشرب اللبن بعد تغمس الزبابة. انت ركز في الموضوع. نحن قلنا لك غميزة هي. مش غمستها؟ شكرا لك طبقت السنة. أمرقة ما دار تشربه خدته بجنبه ما قلنا لك إلا تشربه كسر رقم. فهمت المزالة؟ وقال لا ما بغميسة. وليه وكذا ما قلنا لك واحد بيجايك فيه وكذا واحد فيه وكذا في وداء وده في وداء وتجي بداء يبتجي خاشة بداء تجي سيافية يعني. انت تم لا بيجا عشان شغلة تتوزن. لا لا ما بغميسة. أغميسة التوجيبة. نحن كان قال قرطعوا بيض ضبانه. والله انا قرطع ونلحس شنبنا ده. شفت الشنب نلحسه وندخل الاصبع جوه ذاته. معقوله يا رسول يا اخي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلام انت تقعد هنا تنظر ولا لا وانا ما بعملك. ودي مصيبه كبيره ركزوا عليها يا جماعه. لو دعاه ركزوا عليها. عظموا في الناس الكتاب والسنه. يا اخي ده كتاب عظيم يا اخي. ما ممكن الناس تعاملوا كانه كلام زول ساي. شيخ قبيلة يقول له كلام اسمع الكلام. الله يقول له كلام ما بيسمع. ده ما عنيد عنيد. في واحد في البلد في رفاعة بنى له مسجد. ما يجيب اسمه زول نكرة ذاته. بنى له مسجد وقريبنا قدر ما مش يتكلم في التوحيد ولا يجي زول من اخواننا يهيج. عنده اكولة مع التوحيد. قدر ما يتكلم في التوحيد يهيج 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 يهيج. جينا صلاة العيد تكلمنا في التوحيد الله يتقبل. وفي نهاية جبنا الأشياء الثانية في صلاة العيد يتذكرون صلة الرحم وإصلاح ذات البين أشياء بتقولها في العيد يعني. بعد انتهينا واحد أول شيء من المقدمة استحضر قلت وكل بدعة ضلالة. عمك بيجاي قال لي في واحدة حسنة في واحدة حسنة في المقدمة من المقدمة استحضر. وأغرز قال كل بدعة ضلال. انتهينا الخطبة عمك ده قام كل مرة توحيد توحيد. مشى للنسوان ورا الرجال في واحدين جاي اهو مشى للنسوان ورا لقى ثلاثة واحدة منغبة واثنين يعني ما منغبات. المنغبة فوق مرقت مشت الماء منغبات دي الاثنين. قال لنا يا نسوان في كان واحد بتقول يا شيخ علي يا سيدي علي. قالت لي لا. في كان واحد بتعلق حجاب؟ لا. في كان واحد بتطوف في القبة؟ لا. طيب الزول لما يعلمكم امور دينكم. النزوان قالوا لي ما في واحدات بيعمل كذا. كلامه صح. واحد اخونا اسمه معتصم قال لها ها دي الجغمل كم يا حاج؟ دي من النزوان كم؟ ما يسوي يعني يعمل لك شنو اكثر من يعمل لك شنو؟ ومصائب كثيره جدا. النصوص جيت مسجد المسجد ذاته ذكرت فيه 13 سبب بتخلي الدعاة يتكلموا في التوحيد الله يتقبل. 13 سبب وجبتها في الخطبه 36 ايه و12 حديث. ديل كم؟ كله كذي اقسم بالله. جبتها 36 ايه و12 حديث و13 سبب دللت عليها وتفاسير. انتهت الخطبة بعد انتهى قام استحضر بعد ده كله. قال انتوا مدعومين وراكم جهات خفية. انت اللي جايب لقيته مقدود في النص وراكم حاجات. المؤذن في ثلاثة واحد اخوي شقيقي واثنين بتاع بنيان طلب واحد طلب واحد معلم. بعدين ماشوا اشتغلوا في منطقة اسمها جيل في الجزيرة وجو بيتقاسموا في القروج جنب الباب. اخوي شقيقي اصغر شوي شغالين بنيان وديلك الاثنين المعلم ومعاه الطب بيتقاسموا القروش وهون عندهم شنو؟ عندهم الشغله دي. المؤذن شافهم لما حصلت العكه دي قال لي شوف عيني يتقاسموا فيا برا. يا اخي ديل بتاع بنيان يا مسلمين بتاع بنيان يا امه. ولذلك نحن الان في مغايز شديده جدا الله يتقبل. نصوص آيات وحديث أنا ده بقطع قلبي والله بتعجب فيه. أنا ده أعرف كيف سموه مسلم ما كفرناه لكن كيف سموه مسلم؟
قد يعذر بجانب غيره. كيف سموه مسلم؟ مسلم ده شنو يا جماعة؟ مسلم ده معارض وده مسلم مستسلم. مسلم لف يمين بلف شمال ولا يمين؟ يمين. هذه البندقية لف يمين لف يمين لف شمال بلف شمال. انت مسلم معناه انت مسلم لله. الله قال لك سبحانه وتعالى اعمل كذي بتلاوي تاني ولا بتعمل؟ ولذلك يا جماعة الناس تشكر الله سبحانه وتعالى الآن في ابتلاء والله غلا وضيق وغير واشياء، لكن في نعم في نعم في غلا لكن ما في عدم. يعني العيش انت بتاكل تراه ما في عيش بتسوي جازفه قراصه كسره جازفه غايته بتنوم. ما لقيت سوداني واحد انا رابط حجر انت لاقاك ولا حجر بطاريه ما في كلهم ما في. شوف مما تلقى في البلد دي تلقى المطاعم كافتيريا كذي والمندي شغال وبالصف وتلقى الباصة شغالة وتلقى الحاجات دي شغالة والعصائر. ملك المانجا ما لاقاك انت اصله ما لاقاك ملك المانجا ومشكل شغال وحاجات عصائر وكلها شغالة يا جماعة وقشي ما لاقاك شغال. مما تلقى المطاعم شغالة ومحلات الصعود ذات الحرام دي شغالة وده شغال معناها البلد ما بقت جفاف لسه معناها لسه ما في جفاف. ما طالما في نعم زي دي اشكر الله بزيده. والله هسه لو السودان ده جد من اوله لاخره كلمه واحده كلهم كلمتنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شغله دي ما بتفيق ما وعدي في القران واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم والله الذي رفع السماء لو جد قالوا الحمد لله بكره تبقى عيشتين. أزالني أنا أزالني أنا معناه أنه مصدق القرآن. بعد بكرة قالوا الحمد لله أربعة طوال. لكن أنت بتمشي الفرم وده بسب وده مضيع الصلاة وده بنبذ وده خات السفة وده منتظر واقف في عربيته مشغل غنى ودي متبرجة ودي قبة قايمة وده تبرك بتراب وديل بيسفوا في حاجة برضه وديل بيشربوا في حاجة وديل بيعملوا في حاجة. البلد دي بتمشي لقدام يعني انت يا الله ابن عصيك ودينا دي بتجي انت اطيع وقول يا الله افتح عليك انت اطيع الله اطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة الناس تشكر الله وتحمد الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة والأخيرة يا جماعة الزول يوم القيامة محتاج لأمرين أصلا محتاج إلى رحمة الله دي ما فيها شك، لكن من جهة العمل يحتاج إلى أمرين إلى حسنات وإلى محو السيئات. صح ولا ما صح؟ لأنه رب لأن الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة في موازين، ولأنه قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون في سورة المؤمنون أو المؤمنين، وفي سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه شنو؟ هاوية اللي هي النار. طيب طالما أنت داير يوم القيامة حسنات وداير يمسحوا لك السيئات ومن دعاء الملائكة وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، سبحان الله وبحمده دي حسنات، أستغفر الله وأتوب إليه دي بتعمل للسيئات، أستغفر الله وأتوب إليه مش بتمسح لك السيئات. فأنت محتاج للأمرين دي. فرجاء يعني مني ومنكم أجمعين أن نكثر من ذكر الله ومن هذا الاستغفار. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه في الطريق في الماك في مناسبة منتظر يجيبوا الغداء جابوا الغداء منتظر الشاي. كثر من الذكر ده في راكب عربيتك كتر راكب الموتر بتاع يمكن تموت يعني يمكن تموت تلاقي الله بخير زي ده. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.